رأس المرحب بهم فضيلة المشايخ والأئمة. نشكر وسائل الإعلام المختلفة اللي حضرت معنا من أجل تغطية فعاليات الحفل الكبير على شرف الفائزات في المشروع المرأة في ظل القرآن الكريم من خلال المسابقة الكبرى اللي كانت في هذا الشهر المبارك، يعني بمشاركة قرابة 500 امرأة من مختلف الفئات العمرية وأيضا إلى مختلف الكميات الحزبية من محو الأمية إلى غاية 60 حزب، بالإضافة إلى المتسابقات في المتون العلمية وأيضا الأحاديث 40 النووية. الحمد لله هذه المناسبة استحسنها ساكنة ولاية وهران بصفة عامة والجزائر بصفة عامة. احنا مشروعنا هو أننا نخرج ما يعني من بطن وهران النساء الحرائر، النساء الوهرانيات الجزائريات، لإعطاء الصورة الجمالية للعالم في خضم الصراعات اللي راهي في العالم، باش نبينهم بأن الجزائر الدستور تاعها يعني مبني على الإسلام وعلى القرآن وهذه الأمور. الحمد لله رابطة المجتمع المدني في ولاية وهران استطاعت أن تؤطر هذا المشروع، كان عبارة عن فكرة والحمد لله أصبح التجسيد في الميدان أو الريفية، وأبوا إلا أن يشاركوا وأقمنا هذا الحفل البهيج على شرفهن حتى يعني نشجعهن للحفظ أكثر والعطاء أكثر. ونشكركم مرة أخرى على الحضور والترويج لمثل هذه الأعمال. يعجز اللي سمع التعبير. شكرا. بالنسبة للمرتبة الأولى بنسبة 97% توقيت، نشكر جميع المشايخ اللي أقروا، نشكر رابطة لجنة نساء الخير اللي فتحت لنا هذا المجال باش نثبتوا رواحنا. الحمد لله. اسمي باختصار، دخلت ب 20 حزب، شاركت بنسبة ب 20 حزب. أي ولاية نقصد؟ ولاية وهران. وين قريتي؟ نقرا في مدرسة النماء لتعليم القرآن. العرس القرآني الحمد لله لا نشكر الله، نشكر الله سبحانه عز وجل، نشكر الحقيقة الوطنية والمجتمع المدني اللي قاموا بهذه المبادرة الطيبة مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام، الله يجازيهم ويجازيهم. احنا في وهران نسمى الزغروتة، الحمد لله يا رب الله يجعلنا دائما في أعراس وأعراس إن شاء الله. احنا فخورين أن تواجدنا مع هذا الفئة وليداتنا وبنياتنا والأساتذة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.